نكمل المحاضرة. رح ناخذ هسه special purpose algorithm for Knapsack model. رح ناخذ algorithm خاص لغرض حل نموذج الحقيبة. ليش اختارينا هذا النموذج؟ لان هو ابسط نموذج في الاي بي. السبب انه يتكون من قيد واحد لا غير، اضافة للانتجراليتي هنا مالت المتغيرات مالتنا، والقيود، العفو الباونس، الحدود، الحد اللي عنده. الالغوريثم راح اخذه اسمه simple greedy heuristic او greedy algorithm. تقدرون حتى على تطبون على اليوتيوب وتشوفون شوية فيديوين عنه، شو يقولون عنه، شلون صار، شلون يشتغل. شنو الهيورستيك؟ سبق ان قلتها وهسه راح اعيدها. الهيورستيك او تسمى بتسمية ثانية هي ابروكسيميت الجوريثمز، خوارزميات التقريب، اللي هي صممت لايجاد حلول سريعة جيدة، لكن ليست بالضرورة اوبتيمال. ليس بالضرورة ان يكون الحل مالتنا اوبتيمال. نرجع نشرح النابساو بروبلم شنو هي. المسألة هي هاي تهدف لإيجاد مجموعة من الايتمز، من الأشياء، بنخليها داخل حقيبة بحيث بإمكان أن نضع نعظم القيمة مالت الأشياء اللي نخليها إحنا داخل الحقيبة قدر الإمكان. فهنا إيش نختار؟ نختار smallest items with شنو؟ with highest possible value. أصغر الأشياء نحاول ناخذها بذات قيمة مفيدة وعالية لنا. العملية إيش راح نسوي؟ إحنا عندنا قيد واحد، والقيد مثل ما نشوف، إحنا أصعد مرة ثانية إلى نشوف عندي هنا الـ V sub I اللي هي القيمة مالت الـ item، وهنا C sub J، العفو V sub J هنا و C sub J اللي هي الكوست مالت الـ item. الشيء راح أسوي إنه راح أقسم الـ V sub J لكل متغيرات على سي جب سب جي للكونسترينت، المتغيرات كلها، وابدي اخليهن بالصلاحيات انقسمتهن الكوفيشنتس، الكوفيشنتس مالت هنا مالت هذا الاوبجكتيف فانكشن قسمته على الكوفيشنتس مالت الكونسترينت لكل المتغيرات، واخليهن تصاعديين، ارتبهن تصاعديين بهالشكل هذا، وابدي اخذ اعلى القيم، لان هذا الشيء اللي اريده. بالنسبه هنا طبعا اول حاله راح اخذ، احنا عندنا النابساك بروبلم نوعيتين، اللي هي واحده من عندهم بس انتجر بصوره عامه ومن ضمنها صفر واحد، والحاله الثانيه هي فقط صفر واحد نابساك بروبلم، المتغيرات مالتنا تاخذ صفر واحد فقط، فشويه اكو شفد تغيير بيناتهم. هنا نبدي، مو هذا اعلى واحد، فالمتغير مالت الاكس واش راح يكون؟ راح يكون بي اللي هو الرايت هاند سايد مالت الكونسترنت، اقسمه على الكوفيشنت مالته. هذا اول قيمه اخذها، وبهيك حاله راح يكون هنا الاوبتيمال سولوشن للال بي هو عباره عن في 1 في البي على سي 1. مباشره من هذا الحل اطلع الحل مال الانتجر بروجرامينج موديل الاصلي، مجرد اخذ الفلور الحين فيطلع لي. فبالنهايه عندنا احنا هذا هسه هو هذا الحل هنا، راح يكون عندي هنا الاوبتيمال سولوشن للاي بي. احنا قلنا هو دائما يكون ما بين الاوبتيمال للال بي واكبر من اي فيزبل سولوشن ثاني للانتجر بروجرامينج، فراح يكون هنا هذا من اخذت له الفلور اقل او يساوي من هذا هنا الحال الملل القلبي. وبكل حاله، كل حاله انا من اجي اخلي ايتم بالحقيبه اطرحه من العدد الكلي من الطرف الاخر هياته، انا عندي هذا القيد، هذا القيد المسموح لي للحقيبه، خلينا نقول عندي 20 هنا مسموح لي، وعندي هنا هذني متوزعات مثلا 1.9، 1.2، 1.4، كل ما اني اخذ فد واحد من عندهن
بدي يعني القيمه مالتي اطرحها من البي. وبكل خطوه اني ابدي اطرح كل ما اخذ ايتم من القسم هنا اللي عندي هذا نهاياتهم عمليه اللي سويتها اختار يد هذا خلينا نقول فرضا فد رقم معين من الكوست مالته اطرحها من البي. بعدين رجعت اخذت هذا اطرحها من البي الى ان اوصل لازم بعد الحد الاعلى مالتي الماكسيمم الكاباسيتي مالتي الحقيبه السعه مالتها بعد تصير صفر خلاص اتوقف. المتغيرات اللي ورا بعد ياخذن صفاره وش ما انطيهن. هاي هي العمليه نتوقف لما الكاباسيتي مالتنا تخلص. فهنا هذا الكاباسيتي الجديده الاصليه كانت بي مو اطرح من عندها اني فالكاباسيتي الجديده راح تصير هلقد فكانه الموديل مالتي يتجدد بكل خطوه. من اختاريت اني هسه اول واحد هذا اعلى رقم في 1 على سي 1 اخذت المتغير مالته اخذت الكوست طرحتها من البي زين فراح يتجدد الكابسيتي الجديده وبنفس الوقت الموديل مالتي راح يتجدد راح يصير بعد يعني اقل من الكابسيتي فراح ينكتب بهالشكل هذا الى ان نخلص قلت. هذا هذا بالنسبه للانتجر نابساك بروبلم. راح اجي هسه حاله الصفر واحد ايش راح اسوي؟ هنا المتغيرات مالته غير شكل. هنا المتغيرات مالتي تكون واحد وتكون صفر واحتمال احتمال انه بالحقيبه اخر شيء يبقى لي فد خلينا نقول مثلا باقي عفوا فد اثنين فد اثنين خلينا نقول اثنين كيلوغرام واني اريد احشر لي بها اختاريت الايتم اريد احشر لي 4 كيلو الايتم معين ما اقدر اخذه ايش راح اخذ؟ اخذ نصه نصه اعبر عنه بهالشكل هذا. فهسه عندنا واحد متغير اكس سب اي ياخذ واحد الى الاي اقل يساوي من وصلت للحد كي بالتعداد مالتي ايتم رقم كي البقيه من اي كي زائد واحد انطيهن بهالشكل هذا اللي يبدا ياخذ خلينا نقول انصاص وشي فراكشنز ومن تقبط الحقيبه عندي بعد البقيه المتغيرات كلها تاخذ صفر. فهنا اني عندي التزم دليل الثلاثه هنا يقول حيث الكي هو اللارجست انتجر لارجست انتجر بحيث تحقق لي هذا ويحقق لي انه كلهن ياخذن واحد وراها بعد يقدر ياخذ صفر او اقدر اقول ياخذ همين ايش اسمه قلنا فراكشن حسب الحاله. هنا هسه المتغيرات بصوره عامه راح تنكتب بهالشكل وهنا عندنا هذا الفيزبل سولوشن راح يكون عباره عن حاصل ضربهن حصل ضرب ال هاي طبعا الاوبجكتيف فانكشن هنا سميشن في في سب جي في الاكس سب جي. هذا هسه احنا قلنا للانتجر وقلنا هذا اقل من الاوبتيمال مال الاي بي وهذا اقل من ال بي. ال بي حياته ينكتب بهالشكل الاوبتيمال مالته اخذ الحدود اللي اني اقدر اجمعها من الاوبجكتيف فانكشن للكي هاي اقسمها لك بعدين اجي اقول هنا ايش عندي بعد المقن المتبقيات من الكي زائد واحد هيات الكي زائد واحد وفوق قلنا احنا صفاره ياخذن هذا اقسمه اقسم الفي مالته على السي لهذا المتغير اللي وصلت له وحاصل ضربه بشنو ب ناقصا المتبقي من عمليه الضرب مالت الكونسترينت بقيه العناصر. هسه من اريد احله راح نشوف اجي هنا عفوا مو بقيه العناصر العناصر اللي اني سويت لها سلكشن ودخلتها اللي قاعد اقول من الواحد للكي. نجي ناخذ هسه مثال على المثال راح يوضح لنا كل شيء. هاي مساله نابساك العفو اللي هي 0 1 بها 5 متغيرات. اول خطوه شنو قلنا اريد احلها المطلوب هنا انا solved approximately by greedy algorithm اللي هو طبعا ترجمته الطماع بمعنى greedy. هنا قسمت كل 12 على 3 16 على 3 9 على 2 10 على 2 8 على 2 وخليت التسلسل مالتنا بهالشكل. نلاحظ انه ثاني واحد 16 على 2 الثاني اعلى شيء
واخر عندي ال V1 على حصل القسم هنا ل V1 بالنسبة للأول واحد أول متغير وآخر متغير الساون، فحطيت بينات المساواة ما حطيت أكبر أو يساوي. سوينا هاي الخطوة طلعت هاي حاصل القسمة 5.3 5 4.5 4 4. ننتبه راح أختار أول واحد، أول واحد هو شقد متغير 2، نجي على المتغير 2 أخليه شقد قيمته أعطيه 1، متغير ياخذ 1 انتجر، أرجع عليه من أرجع هنا شقد الكوس مالته 3، أقعد 3 أنقصها من 6، 3 أنقصها من 6 من الكابل 6 هنا أنا هياتها نقصتها، بقى شقد هسه عندي بالحقيبة مجال أحط، بقى عندي بس 3. أجي اختاريت 5، 5 يا متغير متغير 4 أعطيته 1، شقد السي مالته سي 4 شقد 2، إذا من 3 البقعت عندي طرحت 2 بقى 1. إذا هسه ايش صار عندي؟ شوف صار بي بار يساوي لي بي الأصلية اللي هي 6 ناقصا سي 2 ناقصا سي 4 بقى لي 1. أجي هسه على 4.5، بعد ما أقدر أتوقف لأنه بعد عندي كيلوغرام بالحقيبة تتحمل فأحط فيها. الأكس 3 هياته، الأكس 3 ما راح أقدر أحطه كله، نشوف السي مال الأكس 3 شقد 2، بما أنه هاي 2 ما أقدر أحطها فأستخدم هاي الخطوة، هي هياته ما أقدر أصعد لي فوق هياته، أستخدم هاي اللي موجودة وين؟ هياتها هاي اللي تعطيني فراكشن اللي يقول انت مسموح لك تاخذ نص الكمية. فالاكس 3 تسوي لي هياتها كلها اللي هي 6 ناقصا الاصليات سويتهن 3، يعني الدنيا اللي طلعتهن الاكس 1 والاكس 4 اقصد الاصليات، الدنيا اللي قدرت ادخلهن العفو، الاكس 2 والاكس 4 عوض عنهن 3 في 1 3 شقد اللي هو سي 2، الواحد شنو اللي هنا هذا شقد اخذ الاكس 2 اخذ 1 ناقصا سي 4 2 في شقد في هنا الاكس 4 اخذت 1، هنا انتهى بني، يعني انت ما يحتاج حتى تطوع لي فوق بني اخذ 1 تعوض، شو يصير عندك؟ يصير نص الناتج مالته نص، اذا الاكس 3 راح ياخذ نص. اذا انتهينا للاكس 3 نص، فمعناها نص الكميه نص الكوست اني اطرحها من المتبقي الواحد، فاجي ايش قلت اذا 1 ناقص 1 طلع لي 0، نص الكميه بالضبط اخذتها هي. ليش تطلع لي نص؟ انا بتقولي ترى اخذي حلقه كميه طلعت مثلا 2 على 3 معناها اخذ 2 على 3 الكوست اللي عندي، فهنا انا هسه قال لي اخذي انطي هذا عيني لنصف واطرحي نص الكميه طرحت خلاص. بعد هسه بعد الحقيبة صارت صفر بيها، إذا المتغيرات اللي بعدها المتغيرات اللي بعدها شنو راح يسمه ياخذن اصفارة، ماكو أي ايتمز بعد أني أقدر أضيفهن فراح ياخذن لني ياخذن اصفارة. بصورة عامة هسه إذا أريد أطلع القيد مالتي أعوض بيه أعوض القيم اللي عندي كلها طلعت لي اقل او يساوي 6، اذا الشغل مالتنا صحيح، تطبق على مود تشوف القيد مالتك صح لو لا، تحقق هنا حققته. الاكس 1 اخذ 0 ضربته بصفر، 3 في 1 2 في نص 2 في 1 و2 الاخيره مال الخمسه في 0. الاوبجكتيف فانكشن اجيت عوضته طلع 30.5، او ايش نكتب؟ نكتب حسب ما مكتوب فوق المعادله كانت بهالشكل هذا اعوضها. هنا السوميشن من الجي لل كي عوضت اللي اخذن، شوفون عوضت الاوبجكتيف قاعده اني احكي اوبجكتيف فانكشن 16 في 1 زائد 10 في 1 زائد 9 في شقد اكس 3 اخذت نص، زائدا قلنا نجي على الكي 1 الفي كي 1 على سي كي 1 اللي هو بعده اللي هو 12 على 3 كان هذا كان الاكس 1 شوفوا هياته هذا الاجا وراهن 3 2 راسا الاجا هذا هذا هو الاندكس مالته كي زائد 1، فهذا هسه خليته عوضته هنا 12 على 3 في شنو؟
في يقول لك البي مالتك ناقصا هنا السوميشن مالت القيد اللي قبلهن، فذني كان اللي قبله من عوضته بهالشكل طلع لي، فستة ناقص ستة طلع صفر، فما بقى لي غير هذني اللي هو 30.5. أرجع هنا على شنو النتائج مالتي، متغير 2، متغير 4 أخذ 1، متغير 3 أخذ نص، الواحد والخمسة أخذ 0. هنا الأوبتيمال مالتي الـ LB 30.5. لو نسوي له راوند هنا أنا هذا راوند للأسفل راح يكون لي 0، فذن يكون أخذ 0، فطلع عندي 26. هسه اذا الحل مالتنا النهائي شنو؟ الحل مالتنا انه الاوبتيمال للاي بي راح يكون محصور بين 26 وبين 30، بين 26 وبين 30 زين، وهذا اللي عندنا المتغيرات هالقد ماخذات. شكرا جزيلا، بعد لنا 16 دقيقه.